اهدى من جيهان إلى زوجها سعيد أبو ساعد في مناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليه أعوانا مديدة. في عالم الصوتيات لك الغلا قافية تزين من صادق إحساسي هالوجدان، حبيبي يا ضاي هالعينين القلب هايم بك والهان، من جهة نهديت لك يا زين حبي بتعابيري هالقيفة، حبي بتعابيري هالقيفة. سعيد يا جامعة الثنتين للطيب والمرجلة عنوان، يا روحي روحي وغلا لي سنين حبك حلالي وهواك إدمان، شوفك يبعد يسر العين والخاطر بشوفتك طربان، والخاطر بشوفتك طربان. فرحي معك يا الغلا فرحين، قربك سعادة وذهب أحزان، عسانا طول العمر هانين ويامنا بالفرح تزدان، جعل المسرة لنا كل حين ويامنا فرحة جميع أحيان، ويامنا فرحة جميع. يا سعيد يا عزوة بكل وقت وحين، يا ذخري جهان كل حال وشان، واختامها يا الله لك داعين يدوم حبنا مدى الأزمان، واختامها يا الله لك داعين يدوم حبنا مدى الأزمان، يدوم حبنا مدى الأزمان. لك يا الغلا قافية تزين من صادق إحساسي هالوجدان، حبيبي يا ضاي هالعينين القلب هايم بك والهان، من جهة نهديت لك يا زين حبي بتعابيري هالقيفة، حبي بتعابيري هالقيفة. سعيد يا جامعة الثنتين للطيب والمرجلة عنوان، يا روحي روحي وغلا لي سنين حبك حلالي وهواك إدمان، شوفك يبعد يسر العين والخاطر بشوفتك طربان، والخاطر بشوفتك طربان. فرحي معك يا الغلا فرحين، قربك سعادة وذهب أحزان، عسانا طول العمر هانين ويامنا بالفرح تزدان، جعل المسرة لنا كل حين ويامنا فرحة جميع أحيان، ويامنا فرحة جميع. يا سعيد يا عزوة بكل وقت وحين، يا بخري جهان كل حال وشان، واختامها يا الله لك داعين يدوم حبنا مدى الأزمان، واختامها يا الله لك داعين يدوم حبنا مدى الأزمان، يدوم حبنا مدى الأزمان، يدوم حبنا مدى الأزمان. تربية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال.